انت في السؤال بتاع read the text and answer the question، تمام؟ فهنا احنا اتفقنا answer the following question، هتجاوب على السؤال التالي. Number four, summarize the first paragraph in one sentence. يعني المفروض السنتنس قدامك وانت بتنقلها، صح؟ فهمني؟ يا ميس إن شاء الله المفروض ألخص، ايه يا عمر؟ يا ميس نعم، إن شاء الله المفروض ألخص، المفروض هو تلخص، مش أنا تمام. المفروض ألخص؟ تلخص ان احنا قلنا هننقل اول سنتنس، لان هي بتبقى هي الفكرة العامة بتاعة التكست، صح؟ صح يا عمر، مش احنا اتفقنا على كده؟ ازاي انت بقى ناقل من اول سنتنس ناقلها غلط؟ ازاي؟ يعني ازاي الكلام يبقى قدامك وانت ترجع تنقله غلط؟ فهمني. يا مس لما انا بشاور عليك كده، لما انت ايه؟ يا مس مش هي هتبقى الإجابة زي أنت كنت تنس loved animals and kept many is beats. تمام، وانت كاتب animals هنا، صح؟ ايه انا حاطه لك تحتها خط، انت كده ناقل animals، صح؟ كاتب cats، ماشي، هعدي لك cats، كاتب animals غلط، صح؟ عامل هنا the underlined word adored. Adored means، احنا قلنا احنا خدنا كلمة adored، خلاص؟ ف adored معناها ايه؟ what the meaning of adored؟ اطلعها لك كده، استنى اطلعها لك من الكتاب. كلمة adored، مش عارفة يعني، انت لما وقفت قدامك حتى الكلمة ما رجعتش ان انت تبص وتطلعها وتشوف كلمة adored، اهي كلمة adored اللي هي بيحب بشدة، شايفها؟ كانت حتى في الأفعال adore، يحب بشدة، تمام؟ فأنت تيجي تعمل لي هنا في الهومورك the underlined word adored means cleaned. Cleaned ايه الصح بتاعها؟ يبقى ايه الصح بتاعها؟ loved، cleaned، kept، مش شايف اخر كلمة. loved loved، تمام. يبقى الكلمة لما وقفت قصادك ما رجعتش انت حتى ما فكرتش ان انت ترجع تبص تدور عليها، تدور تشوف ايه هي الكلمة دي. تعال نشوف بقى ال put the words in the correct order to make sentence. هتحلي معانا يا رودي. number one، what هي Egyptians was animal what the ancient favorite what ايه اللي هيجي وراها على طول يا رودي؟ رقم 5 وولز what was، تمام. وولز what was ايه بقى؟ زي ما فيهاش زي، السنتنس ما بس حطلكش. اقولها yes what was the ancient Egyptians وات favorite animal. تمام. What were the ancient Egyptians favorite animal؟ تمام. السؤال ده جه اتكرر أكتر من مرة في الدرس السابق، يعني أنت لو كنت دورت كده عليه هتطلعها كده بالظبط. number two، حل number two. the ancient، مش سؤال أهو جملة، يبقى the ancient إيه؟ ليفتنس the ancient إيه؟ ليفتنس Egyptians، تمام. The ancient Egyptians مالهم؟ لوكت yes لوكت بي لوكت أفضل yes يميس معاك. looked أفضل بيت after their pits، تمام. The ancient زير بيت Egyptians looked after their pets. بس خلاص، هي الجملة كده خلصت. أقولها تاني. The ancient Egyptians looked after their pets. بس خلاص الجملة خلصت. Number three يا رودي.
found pits they in mummified the tombs. They found. Yes. بيت لا انت عندك حاجة انا بوصف بيها البيتس الاول، اللي هي الماميفايد بيتس، اللي هو ايه؟ الحيوانات المحنطة، يعني هم لقوا حيوانات محنطة، يبقى they in the found tombs in the تمام tombs in the tombs. خلي بالكم دايما في الترتيب اول كلمة بتبقى دايما subject، السبجكت ده اللي هو الفاعل، هو بالعربي بنسميه فاعل. الكلمة التانية بتبقى the verb، يبقى هنا زي كانت السبجكت، الفيرب هنا ايه؟ found، يبقى they found. وبعد كده بنبص نشوف بقية الجملة هتمشي ازاي، يبقى they found mummified pits in the tombs. تمام، read and write the correct form. تعالى بص كده number 2 انت عاملها غلط. احنا قلنا did في اول السنتنس، يبقى الفيرب بيرجع لايه؟ لوس تمام، يرجع لأصله. أمال أنت حاطه ليه هنا بالتي؟ أي حد هيشوفه هيعرف إن أنت حاولت تصرف الفيرب ده بس ما عرفتش تصرفه. تمام، يبقى هو المفروض يكتب زي ما هو محطوط كده، اللي هو إيه؟ لا سوري، مش فاوند، يبقى فايند. did you find، بس أنا اف همسح اي كل ان ده. دي تمام، تبقى اف اي ان دي، ده الأصل بتاع فاوند، فايند فاوند. خلاص ده كلمة الإيه؟ الأخطاء اللي في الهومورك. تعالوا كده، تعالوا كده نفتح الكتاب. آخر جزء في السيشن اللي فاتت يا رودي كنت انت طلعتي صح؟ تقريبا كان انت عندك فصل او حاجة زي كده. تمام، كنا احنا حلينا بقى ايه؟ كنا حلينا في الجنرال اكسرسايز نمبر 1. دلوقتي احنا هنحل نمبر 2. هتبداي انت يا رودي تشوف the correct answer from A, B, C or D. يبقى the ancient Egyptians needed to hunt animals for food. فاهمها؟ ماشي يا بس ممكن تكبر الصورة حاضر، روفو. استني هتكبر دلوقتي، شكرا تكبر لي. هي يا رودي تمام واضحة كده؟ أيوة The ancient Egyptians needed to hunt animals for food. كانوا بيحتاجوا ايه عشان يصطادوا الحيوانات عشان ياكلوا؟ وابن weapons. تمام، برافو عليكي. Number 3 يا عمر، gold مش was a معلش popular. لحظة واحدة بس هجيب الكتاب. طيب روحي مع بال ما احنا الحين نمبر 2. اوكي يلا يا عمر، نمبر 2، gold was a popular metal for making in ancient Egypt. يعني هم استخدموا الجولد، تمام، كان بالنسبة لهم معدن popular، محبوب قوي او مشهور، عشان بيعملوا منه الايه؟ food, doors, jewelry, windows. جولري jewelry. تمام، نمبر رقم 3، 3 نمبر 3 يا رودي، means buying and selling things between countries. معناها ان احنا بنبيع ونشتري اشياء بين الكونتريز، الدول. يبقى هو ايه؟ لحظة واحدة تبقى اوكي، تريدينج تريدينج، برافو عليكي، اللي هو التجارة صح؟
طيب ده ايوه princess، if the kings كلمة princess هي ايه بالنسبة للking؟ بتبقى ايه؟ daughter. دوتر. yes daughter. طيب read read and complete the text with the words in the box. انا عندي ايه بقى الكلمات دي؟ please read the يا رودي ال words. اوكي. ماسكس، yes سنيكس، yes كوم، ارتفكس. تمام. لما انا بقى دلوقتي بتكلم اقول ancient Egyptians artifacts are amazing، قلنا الارتفكس يعني ايه يا عمر؟ الارتفكس الارتفكس. yes استني لحظة بس. okay قطعة أثرية. yes the ancient Egyptians artifacts are amazing. القطع الأثرية بتاعة القدماء المصريين رائعة. one of the most beautiful إيه بقى from ancient Egyptian Egypt from the ancient Egypt is Tutankhamun's mask. هي رودي بقى one of the most Artifacts. beautiful Artifacts. تمام one of the most beautiful artifacts أحد القطع الأثرية الجميلة ديت هي من مصر القديمة تبقى إيه الماسك بتاع القناع بتاع توت عنخ آمون. It was found in his هي عمر it was found in his إيه لقوه في الإيه؟ عندي مشكلة سلطني هقول لك احنا بنتكلم دلوقتي عن القطعة الأثرية بتاعة الماسك القناع بتاع توت عنخ آمون. It was found in his It was found توم مش هقولها توم yes tomb tomb اللي هي المقبرة بتاعته. يبقى هنا أول واحدة artifacts number two tomb. ماشي يا رودي انت number three the is gold. ماسك yes the mask is gold with blue lines between gold lines under under his chin يعني تحت الدقن بتاعه chin is esteemed bird. كان في دقن رفيعة. There is also A on the top of his head. كان في إيه على قمة الرأس بتاعته؟ دور على مين؟ عمر يلا يا عمر number four. There يا is also كان في جرين إيه على قمة إيه؟ Again تبقى جرين لا جرين حبوب. There is also a كان في أيضا a on the top سنيك of his snake on a top of سناك his head. Okay. Number four homework يا ولد. تمام. Number four homework. تعالوا نشوف بقى number five السؤال اللي بيحيركم اللي بيوقعكم دايما في الغلط. أنا هبدأ بإيه يلا يا رودي the tree شجرة the tree خلي بالك الكلمة التانية دايما بتبقى الفيرب يبقى the tree yes front of in front of my house. excellent يبقى the tree is in front of my house. تمام number two يا عمر they ليه ايوه تو لا مش هيبقى تو احنا قلنا التاني كلمة دايما verb دور على الverb تولز tools tools ادوات ده ما فيهاش اي فعل ايوه يوز يوز يوزد تمام they used يوزد مثل لا مش used ما فيش metal لا مش metal used سوري اسفه they use metal تمام تو
make tools. tools تمام. they used metal يعني هم استخدموا المعدن to make tools عشان يصنعوا الأدوات. تمام. number three يا رودي يلا. the king The king grandfather was The king was walking yes around the castle. excellent برافو عليكم. طيب انا لما اقول I put the bag to the table خلي بالك I put the bag to the table في تو بره يبقى behind الصح بتاعها يبقى ايه يا عمر؟ behind it لا مش behind it. بص يا عمر انا هنا حاطه تو يبقى behind ما بقولش behind to ايه اللي بقول لا كلمة و... next 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 تمام يبقى I put the bag next to the table تمام. number two يا رودي the park is under the school and the museum. ازاي تحت ما هي تحت غلط واحنا بنصححها. in front of لا انا مش قلت لك مكانين اهو ادي وحطيت لك خط عشان تاخدي بالك. انا بقول لك the park is the school and the museum يبقى ايه الصح؟ between تمام يبقى الجنينة بين المدرسة والمتحف تمام صح. تعالوا بقى نخش كده عشان نعدل بقى كده. تعالي نخش على lesson 4. تعالوا نخش يا اولاد على lesson 4. انا عندي الكي فوكابلوري عندي كابر النحاس برونز ميتورايت اللي هو النيزك دجر دجر اللي هو الخنجر هيفن الجنة سكارب أميولت اللي هو تميمة الجوران شكل كده معين قدماء الفراعنة كانوا بيحتفظوا بيها بتعمل لهم بتجيب لهم الحظ اسمها تميمة تميمة بشكل كده أزرق اسمها سكارب أميولت. اسمها كده تاني؟ نعم يا رودي انت قولي اسم تعملية الجعران دي تاني؟ سكارب سكارب أميولت سكارب أميولت هي تميمة كانوا هم ساعات بيلبسوها أو بيحتفظوا بيها اعتقادا منهم إن هي بتجيب لهم الحظ بشكل كده كان لونه أزرق كده وكان بيبقى مدور كده وليه إيه وليه شكل كده قريب كده شوية من شكل الإيه ظهر السلحفة تمام. هما كانوا شايفين أيوه سكارب أميولت خلاص. اصلا الكي فوكابلري دول انت هتقريهم تاني اتفضلي. سوبر برونز داجر ميتريت ميتورايت ميتورايت ميتريت هيفن سكارب أميلت اميلت اميلت تمام. يلا يا عمر. كوبر لا مش كوبر برونز لا لا اول واحده اول واحده مش كوبر ايه انا بقولها ايه هي سي او صحيح انما انا بنطقها ايه كوبر كوبر بفتح بقي ما بقولش اه قوي ولا بقوله اقفله قوي كوبر بقول ايه كوبر 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 برونز ميتر ميترايت ديزر ميترايت ميترايت ديزر هافن ديجر ديجر سكيرت اميلت سكارب اميلت سكارب اميلت اجين يا عمر سكارت اميلت ليه ليه انت اجين كده اقول كده تاني قولها تاني سكار مش سكار سكارب سكارب سكار أميتل أميل أميلت أميلت أميلت. أميل طيب extra vocabulary عندي means amazingly. طبعا انت عارفة كلمة amazing amazing يعني مدهش amazingly يعني حاجة مثيرة للدهشة. agriculture زراعي sadly سوء الحظ أو بحزن sadly مش لسوء الحظ sadly بحزن تمام.
مكتوبة هنا غلط. sadly بحزن. sheets صفائح. craftsmen اللي هما الناس الحرفيون. salts أملاح. fire نار. throughout من خلال. display board لوحة عرض. mirror 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 يعني مراية، تمام. مرآة اللي هي مرآة مكتوبة ايه بالعربي؟ مرآة. before قبل. template نموذج. fortune حظ. precious ثمين، تمام. تعالوا كده اول كولم، تعالوا نقرا الاول اول كولم. يلا يا رودي. names yes and evenly yes لحظة بس واحدة مش عارفة يعني بتقولي agricultural. agricultural اللي هو زراعي، عارفة ال agricultural اللي هو كانت زراعة. agriculture agricultural زراعي. تمام. قسميها أجري قسميها. بصي يا رودي، هي لو صعبة قسميها وانتي بتنطقيها تبقى agricultural agricultural. مكتوبة بالعربي مكتوبة بالعربي اه والزراعي، بس احنا علينا ان احنا ننطقها حلو. بكتب بالإنجليزي لما أنت تبقى مكتوبة بالعربي تمام، اقريها بقى بالانجلش. agriculture تمام، agricultural، برافو عليكي. sadly تمام تير تمام كيف اكس second second colon. craftsman source fire throughout display board بورد بورد. تمام mirror بورد. mirror before تمبلت تمبلت tablet يس. فورتين فورتين fortune حظ يس. بريشيس precious precious بريشيس حاجة غالية وثمينة ذو قيمة. يلا يا عمر. مين Yes. amazingly Yes. agree Agricultural. Agricultural. agricult agricultural شفتي؟ Agricultural. agricultural Okay. sadly sheet craft this main scientist Craftsman craftsman craft main last call this fair through display board yes mirror 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 D4 مش دي فور، دي بي، دي بي بي فور. بي before فور قبل يعني before قبل. يس template تمبلت تمبلت template footprint فورتن فورتن حظ. 14 بري سايز بريشيس بريشيز تمام. what the meaning of precious؟ بريشيز ثمين أو ذو قيمة تمام. طيب ال conjunction of verbs، يلا يا رودي نقول ال regular mine اللي هو بيستخرج. mine استخرج، عايزين نحطها in the past. تبقى مين ايه؟ ما مين. تمام. decorate what is the past بتاع decorate؟ decorated destroy. destroyed تمام. irregular verbs يا عمر begin begin where wall bring root very good. important expression and prepositions work with
اللي هو بيشتغل مع أو بيستخدم مع work with because of بسبب أو عن طريق early on في البداية from the ground later on result of bring good fortune يجلب الحظ الجيد. تمام يلا تمام. يا عمر أول كولن. أكرم السؤال كلين. Work what the source of aerial on early on rope early aerial early أقول لك early in the early morning. ثانية واحدة early in the morning يعني إيه؟ صباحا باكرا في early الصباح this الباكرا. morning. يبقى كلمة early early بدري early on هنا كاتبها لك بمعنى إيه؟ في بداية الموضوع في بداية الأمر يبقى ماشي. early on. Early on Yes from the brown. yes يلا يا رودي second column. Later if later on Later on result of result of yes being good for it bring good fortune bring good fortune يجلب الحظ الايه جيد bring يعني يجيب لك good جيد fortune قلنا الحظ يبقى bring good fortune. تمام طيب تعالوا كده نشوف النقط المهمة اللي كانت في الدرس المين بوينتس اللي كانت في الدرس يقول ايه the ancient Egyptians the ancient Egyptians worked with copper and bronze before using iron يعني المصريين القدماء الأول كانوا بيشتغلوا في النحاس والبرونز قبل ما إيه ما يستخدموا الحديد. The ancient Egyptians mined iron from the ground. قدماء المصريين استخرجوا الحديد منين؟ from the ground من الأرض. The ancient Egyptians called iron the metal of heaven. أول ما شافوا الحديد كانوا بيطلقوا عليه كلمة إيه؟ The metal of heaven اللي هو المعدن بتاع الإيه؟ الجنة، معدن الجنة. Ancient Egyptian craftsmen made a famous dagger for Tutankhamun's tomb from meteorite. اللي هو الحرفيون اللي في مصر القديمة عملوا إيه؟ Made a famous dagger يعني خنجر مشهور قوي لمين؟ for Tutankhamun's tomb لمقبرة توت عنخ آمون من الايه ميتورايت من النيزك. تعالوا نعمل كده بوب كويز سريع. يبقى ايه ار سيلفر ار ماشي امبورتنت ميتلز ايه المعدن اللي كان مع السيلفر كان من المعادن الهامة. أولا يا مس يس كوبر كابر كابر كوبر كابر اند سوري سيلفر ار امبورتنت ميتلز. تمام نمبر 2 يا لاروج Don't touch the, you may burn yourself. ما تلمسيش ايه عشان انت ممكن yes, fire. Don't touch fire, you may burn yourself. Number 3, عمر. She used colored balls to the Christmas tree. هي استخدمت كرات ملونة عشان تعمل ايه في شجرة الكريسماس. Reward, damage, destroy, decorate. damage Damage, what the meaning of damage? damage Yes. yes means damage Ms. Yaka, yes. yes yes ديكوريت. تمام حلو قوي ديكوريت يعني هنزين. طيب عارفه انت معنى كلمه دامج اللي هو عمر اختارها اللي هو يخلط يدمر تي يوز ينفع اقول اللي هي استخدمت القوى الملونه عشان تدمر شجره الكريسماس. طبعا لا دامج وديستروي ذا سيم مينينج اللي هو ديكوريت بيدمر يبقى هي ديكوريت عشان هي تزوق او تزين. نمبر 4 Farmers always use tools to dig the soil for growing plants. Farmers اللي هم الفلاحين دايما بيستخدموا ايه؟ tools ادوات ايه؟ to dig يحفروا في الصويل التربة for growing plants عشان يزرعوا نباتات. بيستخدموا الايه؟ harmful tools, agricultural tools,
golden tools, broken tools. broken. لا طبعا، broken يعني أدوات متكسرة، broken. لا مش يا مس هتبقى رقم بي. يس، رقم بي اللي هي ايه بقى يا عمر؟ خليك شاطر وحاول تقراها. أجري ايوه، أجري كال 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 كالترال ترين كالترال كال اجريكالترال. يلا يا عمر، اللي هي الادوات الزراعيه اجريكالترال. أجري كارتلر. حاول تقراها تاني. اجريكالترال اجريكالترال. agricultural. طيب مش جاي معاك، ماشي. طيب ايرون، agricultural. ايوه برافو عليك. تعالوا كده بقى نشوف ايه درس النهارده بيتكلم على ايه. effect file about iron in ancient Egypt، اللي هو ملف الحقائق عن الحديد في مصر القديمه. iron in ancient Egypt، الحديد في مصر القديمه. أول سؤال، when did the ancient Egyptians start using iron؟ إمتى؟ هنا بيسألك إمتى قدماء المصريين بدأوا يستخدموا الحديد؟ مش تمام؟ عايزة أقرأ. تمام، اتفضلي يا رودي. أول سؤال، إيه الإجابة؟ The ancient Egyptians started using iron more than 5,000 years ago. Before iron, they worked with copper and برونز، bronze. كوبر اند برونز. تمام، very good. يبقى the ancient Egyptians started using iron، قدماء المصريين بدأوا استخدام الحديد more than 5000 years ago، أكثر من كام؟ من 5000 سنة مضت. Before iron، قبل الحديد، they worked with copper and bronze. قبل ما يطلعوا الحديد أو يعرفوا الحديد أو يستخدموا الحديد كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيستخدموا حاجتين تانيين اللي هما الإيه؟ الكوبر اند برونز. تمام، طيب السؤال التاني، where did they find iron؟ where did they find iron؟ تعالوا كده بصوا على السؤال دوت. هم هنا حط ديد، يبقى الصح بتاع الفيرب ان هو بيرجع لايه؟ بيرجع لوست لاصل اللي هو ايه؟ find. تمام، زي هنا حطينا ديد، فاحنا خلينا start زي ما هي، ما خليناهاش started طالما حطينا ديد. تمام، لما بنيجي نجاوب ونشيل الديد بنرجع ايه؟ بنحط الفيرب in the past، زي هنا بقى started. هنا find هتلاقيها في الإجابة المفروض يحط لك found، بس هو مش حاططها. طيب بصوا السؤال ده، where did they find iron؟ هم لقوا الحديد فين؟ amazingly amazingly some of their early iron. ثانية واحدة بس يا عمر. Some of their early iron was from meteorites. Some of their early iron يعني الحديد الأولي بالنسبة لهم كان from meteorites، من الإيه؟ من النيزك. Ancient Egyptian Egypt craftsmen ancient Egyptian craftsmen made a famous dagger from Tutankhamun's tomb from a meteorite. بمعنى إيه؟ الحرفيون في مصر القديمة عملوا خنجر، made a famous dagger، عملوا خنجر مشهور for توت عنخ آمون's tomb، لمقبرة توت عنخ آمون. كان معمول من ايه؟ from a meteorite، كان معمول من الايه؟ من النيزك. meteorite مصنوع من الايه؟ يبقى الدجر اللي كان مصنوع لتوت عنخ آمون's tomb كان معمول from ايه؟ from a meteorite. They also mined iron from the ground. أيضا هم استخرجوا الحديد من الإيه؟ من الأرض. But they found it quite difficult to use. ولكنهم وجدوه صعب إلى حد ما إن هم يستخدموه. تمام؟ الحديد اللي هم طلعوه من الأرض وجدوا إن هو إيه؟ they found it difficult. They found it difficult to use. إن هم يستخدموه. ليه بقى؟ Because it needs a very hot fire to melt. عشان كان محتاج ايه؟ Because it needs a very hot fire. كان محتاج إيه؟ حرارة، يعني نار عالية جدا جدا، سخنة جدا، عشان تعمله ايه؟ to melt.
why which often wasn't possible، اللي هو دايما ما كانتش ايه متاحه بالنسبه لهم. طيب انا دلوقتي هسالكم سؤال، اقول لكم ايه، why did they find it quite difficult to use، or why they find iron quite difficult to use، يعني هم ليه لقوا الحديد ان هو الى حد ما صعب ان هم يستخدموه. يا مس عشان amazingly some of مثلا their لا early لا 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 مش هي دي الاجابه يا عمر. عايزة أقولها طب اتفضلي يا رودي. because إيه لحظة لحظة اللي هو لقيته بيحتاج نار كتير. تمام، انا حاطه خط تحت الاجابه يا روجي، بليز ريد ات، because it needs a very hot fire to melt. It هو used كان هقول a يا مش very hot fire to build. تمام. طيب انا هسالك سؤال يا عمر، where did they mine iron، ايوه عايز امسي اجين كده، where did they mine iron. واو لا انا ما قلتش why، انا قلت where. where وي يعني where يبقى بسأل على المكان، هم استخرجوا الحديد منين، where did they mine the iron. نيمس إن كان إيجيبتن كريف اسمين ميت فامس ديجار فور مش هي دي الإجابة، إيه. لا مش هينفع، لازم عينك تقرا القطعة بعد ما أنا هخلص وهقفل، هتقرا القطعة كويس جدا وتعرف كل المعاني اللي فيها وأنت تفهمها لنفسك. أنا بقول لك الحديد استخرجوه منين، الإجابة هي they also mined iron from the ground، طلعوا الحديد منين، من الأرض. where did they mine the iron، استخرجوا الحديد منين، from the ground، من الأرض. ماشي معايا في القطعة اللي وراها، where did they think iron was special، why did they think، why السؤال هنا why، يعني why يعني ايه، يعني ليه، why did they think iron was special، ليه هم فكروا ان الحديد ده حاجة special، حاجة مميزة. تمام، ليه هو تفكيرهم لما شافوا الحديد ان الحديد ده حاجة مميزة، they thought، they thought. طب ايه thought دي، دي الباست بتاع سينك، عشان هنا السؤال بديت فهنا حطينا سينك in the past. they thought iron was special، هم فكروا ان الحديد كان حاجة مميزة because they believed it came from the sky، هم قعدوا يفكروا قالوا ده جاي منين، جاي من السماء، because of the meteorites، علشان النيزك. they called it، فسموه بالآتي the metal of heaven، the metal of heaven اللي هو ايه، المعدن بتاع الجنة، معدن الجنة. for them، بالنسبة لهم iron was more precious than gold، for them بالنسبة لهم الايرون الحديد ده was more precious، كان اكثر قيمة than gold، اكتر من الايه، من الذهب، because it was rare، علشان هو كان ايه، كان نادر، rare يعني ايه، نادر. خلاص طيب، يبقى انا هقول لك سؤال، ماشي، why هو نفس السؤال، why did they think iron was special، يبقى عرفت كده الإجابة، why did they think iron was special. مين عارف الإجابة؟ يا مس هتبقى سبيشالي، يا مس بس معاك هقولها يا عمر، أقولها اديله فرصة يا سبيشالي رودي، معلش. special they thought iron was special. سبيشال this is they the life believed it because they believed believed it came from the sky
بس هي دي الإجابة. بس خلاص. Because they believed it came from the sky. إن هما كانوا بيعتقدوا إن هو جاي من السماء. بين قوسين ممكن تكتب because of the meteorites، بسبب سقوط النيزك أو بسبب النيزك. تمام. طيب رودي، what did they call it؟ What did they call the iron؟ What did they call the iron؟ كانوا بيسموا الأيرون إيه؟ Yes. The metal of heaven. تمام، اللي هو ايه؟ معدن الايه؟ معدن الجنة. تمام. طيب تعالوا ناخد اخر جزء ده. What did they use iron for؟ يبقى هما كانوا بيستخدموا الايرون لايه؟ What did they use iron for؟ Early on، في البداية، في البداية خالص، the ancient Egyptians used iron for small items. كانوا بيستخدموا الحديد لايه؟ لحاجات صغيرة جدا، لأشياء صغيرة، like jewelry، زي المجوهرات، copper and bronze were common metals for tools. بالنسبة لهم الكوبر النحاس والبرونز كان المعدن الكومن اللي هو مشترك في ايه؟ في التولز، في الأدوات. Because they were easier to find، لأن هم كان بالنسبة لهم من السهل إن هم يلاقوا المعدنين دول، اللي هو ايه؟ النحاس والبرونز، كان سهل ولاقيينه بسهولة، فكانوا بيستخدموه ويعملوا منه الايه؟ التولز، الأدوات. إنما الأيرون كانوا بيستخدموه for small items، للحاجات الصغيرة. But later on، يبقى ايه؟ احنا هنا مقسمين الوقت لحاجتين، early on في بداية الأمر، وحاجة تانية اللي هو ايه؟ later، but later on مؤخرا بقى بعدها ايه اللي حصل؟ Iron agriculture tools and weapons began to appear. بدأت تظهر الايه؟ أدوات زراعية وأسلحة مصنوعة من الايه؟ من الحديد. This was the result، ده كان نتيجة لايه بقى؟ this was the result of the ancient Egyptians getting more iron through trade with other countries. ده بسبب او نتيجة ان القدماء المصريين getting more iron، حصلوا على المزيد من الحديد من خلال ايه؟ من خلال التجارة مع البلاد الاخرى. تمام؟ يبقى احنا عندنا حاجتين. لما في الاول خالص كانوا بيصنعوا الحديد في السمول ايتم، they used iron for small items. But later on مؤخرا ايه؟ عملوا iron agriculture tools and weapons. agriculture tools ادوات زراعية، weapons اسلحة من الحديد. تمام؟ خلاص؟ طيب تعالوا نشوف بقى هنا ايه؟ Divide the text into question using. خلي بالك ان هتلاقي ان القطعة مقسمة، او انت ممكن تقسمها لنفسك بايه؟ بال WH question، اللي هو when، متى، why، وليه، و where، و what، واين، وماذا، علشان تطلع منها الاسئلة وتطلع اجابات. يبقى قسم النص لاسئلة هتستخدمها في ايه؟ باستخدام ايه؟ WH question، when، why، where، what. بعد كده هتدور على الإجابات، يبقى research facts، ابحث عن الإجابات أو الحقائق. use formal language، هتستخدم اللغة الرسمية. use correct English، واستخدم الإيه؟ الـ English الصح. طيب effect file about silver in ancient Egypt. إحنا اتكلمنا عن الأيرون، هنا دلوقتي هو عايز يكلمك على السيلفر. الإيه؟ اللي هو السيلفر ده اللي هو إيه يا رودي؟ السيلفر اللي هو السيلفر فضة. الفضة. تمام. يبقى أنا عندي iron حديد، عندي gold الذهب، عندي silver الفضة، عندي copper النحاس، وعندي البرونز اللي هو البرونز. خلاص عرفت برونز. أسماء المعادن. طيب السؤال هنا الأولاني بيقول إيه؟ when did the ancient Egyptians start using silver؟ يعني يا عمر السؤال when did the ancient Egyptians start using silver؟ لما انا ابدا السؤال بوين، بوين، يبقى انا بسال على ايه؟ مثلا ده سؤال بوين،
وين دي لما بتيجي في الأول معناها إيه؟ ماذا؟ لا مش ماذا. وين؟ يس و متى؟ 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 برافو عليك. متى؟ When did the ancient Egyptians start using silver؟ متى قدماء المصريين بدأوا في استخدام الفضة؟ أهي شايف السؤال، متى؟ متى بدأ المصريين القدماء في استخدام الإيه؟ الفضة. فالإجابة they start using silver thousands of years ago. They started using silver thousands of years ago. بدأوا استخدام الفضة إمتى؟ إمتى؟ منذ آلاف السنين مضت. طب الفيرب هنا محطوط في which tense؟ بس ممكن تاني سؤال تاني؟ لما قلنا هنا started، started they started، يبقى started دي which tense؟ started yes في الماضي yes in English يا رودي، present. past simple، قصدي بس past past simple. طيب ليه خليته في past simple؟ أول حاجة عشان السؤال بدأ بجد في جد. سبب. السبب التاني علشان خاطر الزمن، بقول لكم years thousands of years ago، thousands of years ago، يبقى طبيعي إن أنا أحطها في الباست سامبل. تمام. السؤال التاني ركزوا معايا، where did they find the silver؟ where did they find the silver؟ يبقى أنا بستخدم where، بسأل على الإيه؟ وين؟ Where؟ أين؟ yes أين؟ أين، يبقى بسأل على المكان، where did they find the silver؟ هم لقوا الفضة فين. تمام. اقرا لي الإجابة يا عمر. أرى لك جماعة وين؟ وين؟ there there. يا مش فالسؤال الإجابة عايز السؤال كده تاني؟ where did they find the silver؟ where did they find the ان silver؟ كانت Egyptians art business. عمر الإجابة هي حبيبي. ايوه مش ثانية. حبيبي من أول خالص، من أولها، من أولها. There weren't many silver mines in Egyptian, so we think they brought it for the other countries through trade. There تمام، شكرا يا عمر. There weren't many silver mines in Egypt. ما كانش فيه مناجم فضة كثيرة في مصر. There weren't، خلي بالكم أنا حاطتها هنا in the negative عشان بقول إيه، لكن ما كانش كده، ما كانش فيه. تمام. There weren't many silver mines in Egypt. ما كانش فيه مناجم فضة كثيرة في مصر. So لذلك we think they brought it from other countries through trade. لذلك نحن نعتقد إن هم جابوه أو أحضروه من بلاد أخرى عن طريق الإيه؟ التجارة. تمام؟ يبقى where did they find silver؟ There weren't many silver mines in Egypt, so we think they brought it from other countries through trade. تمام؟ السؤال التالت، what did the ancient Egyptians use silver for؟ What؟ What؟ تمام؟ What؟ What the meaning of what؟ what لماذا؟ ماذا؟ What did the ancient Egyptians use silver for؟ قدماء المصريين استخدموا الفضة لإيه أو في إيه؟ They they use used it. أيوة to اتفضل يا make عمر. they used it to make jewelry and Jewelry. Jewelry. jewelry and mirrors. They also used sheet silver to discount ديكوريت. decorate statues.
تمام. they use it to make jewelry and mirrors. استخدموه علشان يعملوا ايه؟ jewelry اللي هو المجوهرات، والميرز اللي هي المرايات. they also use sheet silver to decorate statues. يعني برضو هم استخدموا صفائح فضية عشان يعملوا ايه؟ decorate، يزوقوا او يزينوا الستاتيوس، التماثيل بتاعتهم. تمام. يبقى هم استخدموا jewelry mirrors and to decorate statues. استخدموه في 3 حاجات: jewelry mirrors and to decorate statues، وتزويق او تزيين التماثيل. تمام. اخر سؤال: why don't we find many silver ancient Egyptians art crafts؟ طيب why، ليه احنا ما لقيناش كثير من القطع الاثريه في ancient Egyptians، القدماء المصريين؟ ليه ما لقيناش قطع اثريه مصنوعه من الفضه للقدماء المصريين؟ because silver is not very durable. خلي بالكم من الحتة دي، يا مش durable. درودة يا مش نعم. درودة طلعت ايه؟ رودة طلعت رودي طلعت. طيب تمام، مش مشكلة، احنا هنخلص السؤال ده وهنقف. تمام. cost silver is not very durable، يعني الفضة ما كانش ايه من المعادن القوية المتينة. sadly the salts in the tombs destroyed a lot of it. فلسوء الحظ ان الاملاح يعني دمرتهم جوه التومبس، المقابر. so we can't see much of it today. عشان كده ما فيش حاجه باقيه لحد النهارده ان احنا نقدر ان احنا نشوفه. تمام. ماشي يا عمر. يبقى احنا هنا خدنا 4 اسئله. سؤال بدأ بوان، سؤال بدأ where، what، why، when. ده اللي هو ايه؟ يبقى نرجع تاني أكد لك على ال WH question. when بيبقى نقصد بيها الايه؟ متى؟ تمام. where، أين؟ what، لماذا؟ why. لا، what، ماذا، ماذا؟ what، ماذا؟ ماذا، why، ماذا؟ لماذا؟ لماذا. تمام. يبقى when، متى، where، أين، what، ماذا، why، لماذا. تمام. يبقى من المهم أوي إن أنت تعرف بداية رأس السؤال عشان تعرف تقول الإجابة الصحيحة. تمام. الجزئية دي إحنا هنقف هنا، والمرة الجاية هنبدأ مع رودي من أول الـ Art Fix Display Boards. تمام. خلاص، تمام Art Fix Display Boards. قلنا Display Boards اللي هي الإيه؟ شاشات العرض، والارت فيكس اللي هي قطع اثريه. يبقى شاشات عرض القطع الاثريه، شاشات عرض القطع الاثريه، وجايب لك دول as examples ليهم. خلاص. يبقى الهوم ورك الواقع اللي كان عندنا النهارده، كان نمبر 4 بيج 37. بس نمبر 4، نمبر 4 page 37. اقرا كويس يا عمر وطلع الاجابه صح، ولو في كلمه انت مش عارفها ارجع للايه، للكلمات والمعاني بتاعه الدرس عشان تجاوب صح. اوكي. اوكي يلا، جود باي. جود باي. الله. نعم. نعم.